هل الموافقة أو عدم الموافقة على فيلم سيدنا نوح هي المشكلة اللي بتعانيها مصر والحل متوقف عليها؟ يا أستاذ، في خطة ممنهجة للنيل من هذا الوقت، أولا بأيدي أولادي الخونة، من لا يؤمنون بدين ولا وطن، أنا أقول أولادي من باب المجاز لأنهم ليسوا أولادا حقيقيين لمصر. زي سيدنا نوح، انه ليس من اهله. الله عمل غير صالح. انه عمل غير صالح. تمشي في الاثنين. المهم، اولا في مثل هذه التوقيتات من زمان، او سيخد النور ولا بس الشيخ الله يطول عمره، من زمان سيخد الشيخ. كلما اهتم المصريون بشان خطير نجد أصحاب الخطط الممنهجة تنفيذا للأجندة الغريبة الغربية الإسرائيلية مدفوعة الثمن مقدما يقحمون موضوعا يشغلون به الرأي العام ويشغلون به الأزهر عن القيام، ظنا منهم أنهم يشغلون به الأزهر عن القيام بواجبه وبرسالته، وهم واهمون. فمثل هذه الخزعبلات، اولا مصر تاريخ جغرافيه حضاره موقع بلد اسلامي، وليس معنى بلد اسلامي انه يرفض الاخرين ابدا، لكن المناوشات مصر ما حد بطلش مناوشات الى ان يرث الله الارض ومن عليها بنص حديث رسول الله. لكن تهزم او تكسر دم النوح الحمد لله. وده اللي احنا عايزين الاعلام حاليا يوصله للناس. اكيد اكيد اكيد. يعني يدخل عليهم الفرحه بالامل. ده صحيح. مصر صدقني يا عم الحاج ما يقدر عليها الا ربنا بس. ده صحيح. وهو الذي تكفل بامنها. الله يفتح عليك. وعارف يا عم الحاج لما ربنا يقول ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. والله اعلم واعز واكرم. الامن في مصر اصل. والمناوشات عوارض. ده صحيح. ولذلك حتى بالحقائق التاريخية لم تستبح مصر على 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 مدى التاريخ. فضل من الله. فضل من الله عليها.